السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سنقدم نقدم لكم واحد الدرس خفيف وأهم حاجة أن القاعدة ديالو مختلفة فأول حاجة تنديروها يعني تنتبتو الخيط والآن غادي نرجع يعني في هاد الغرزة هذه اللي درناها وكذلك مرة أخرى لاحظوا معي يعني الاتجاهات ديال الخيط فين تيكونوا وغادي نرجع في هاد الغرزة هذه هنا باش تكون عندي هاد الغرزة دي البداية هادي اللي غادي نحتاجها باش من بعد نبدا نخدم عليها فالآن غادي نستمر وغادي يعني نرجع في هاد المكان هذا بالضبط يعني في, في التوب والآن غادي نجي لهذيك الغرزة اللي قلت لكم يعني من بعد غادي نحتاجوا ليها فغادي نرجع فيها وغادي نخدمها وغنرجع في هذه الغرزه اللي تكونات عندي يعني هنا احنا كنقدروا نتحكموا في العدد ديال الغرازي واش بغينا غير غرزه واحده ولا بغينا جوج ولا ثلاثه المهم فهاديك الطلعه الاولى تما فين كنحدوا شحال بغينا من غرزه فانا هنا بغيت غير واحده هادشي علاش غادي نبقى كنخدم غير على هادي وترجع فيها الان لاحظوا معي جيدا شنو غادي ندير غادي نخلي واحد المسافه هنا غادي نحسبوا غير ثلاثه الضربات في التوب نرجع الخيط في هذا الاتجاه هذا وغادي نحاول هنا خليو مسافة ما تكونش بعيدة تكون قريبة انا هنا بعدت واحد شوية ولكن من الافضل انكم تقربوها يعني المسافة تكون قريبة ومنساش ان هذا الخيط هذا انا خدمته غير على ثلاثة شعرات من الافضل تخدمو على اربعة لان هذا درس مهم اللي بغات تخدم على ثلاثة تقدر تخدم على ثلاثة ماشي اشكال فهنا غادي نرجع دائما هذه هي الغرزه ديالي اللي كنكونها في الاول باش يعني باش نقدر انني من بعد نبقى دائما خدام عليها كما قلت لكم انا بغيت غير غرزه واحدة فقط هي اللي بغيت نخدم عليها فالان غادي يعني نرجع في التوب فغادي نرجعوا دابا في التوب لاحظوا معايا غير الاتجاهات ديال الخيط هما اللي مهمين وغادي نرجع دائما في هذه الغرزه هذه هي اللي كتكون عندي هي اللي دائما ترجع فيها وغادي نرجع مره اخرى كما قلت لكم ديما غير غرزه وحده هي كتكون عندي كنبقى نخدم فيها حتى كيتكونوا عندي ثلاثه ضربات في الثوب هذه اهم ملاحظه انني انا هنا خدمت غير ثلاثه ضربات في التوب تقدروا تخدموا اربعه ضربات يعني شوفوا نتوما والاختيار ديالكم قد ما بغيتوا وجه كبيره قد ما خدموا عدد ضربات في التوب يكونوا اكبر يعني تقدروا تخدموا اربعه ضربات في التوب يعني ماشي مشكل انا بغيت غير ثلاثه يعني بانت لي ثلاثه عدد مناسب كما قلت لكم هاد المسافه حاولوا انها ما تكونش بعيده بزاف وحتى هاد ال يعني هاد الشكل هذا حتى يكون قريب وديما هنا من بعد ما تتكون عندي هاد الغرزه ترجع فيها والان غادي نرجع للتوب فمن بعد ما تنخدم في التوب ترجع لهذيك الغرزه اللي انا تكونات عندي في البدايه وتنستمر يعني في العمل هذه الخدمه هذه اللي وريتكم غادي تبقاو عليها يعني حتى النهايه يعني غتبقاو بنفس هاد الطريقه حتى توصلوا للنهايه ديال الخدمه اللي عندكم غتبقاو ديما غاديين يعني تتخدموا ثلاثه ضربات في التوب من بعد تبداو عاود وحده اخرى جديده بهاد الطريقه هذه المهم هي الطريقه كيفاش نبداو وحده اخرى جديده فلاحظوا معايا مزيان ان هنا غادي نكملوا الخدمه بشكل عادي جدا فانا هنا كملت ورجعنا يعني غنرجعوا في هذيك النقطه الاولى كما كتلاحظوا معايا في الاول تيبانوا لكم ربعة ضربات في التوب فهذيك الضربه الاولى هي اللي غادي نرجع نثبت فيها الخيط ديالي انا هنا فضلت نخدم يعني بجوج الالوان ممكن تستخدموا غير لون واحد فقط انا غير قلت يعني جوج الالوان غادي يبينوها اكثر هادشي علاش قلت نخدم يعني في, الاول بلون وفي الطبقة الثانية نخدم في, في لون اخر هنا واحد ملاحظة مهمة اللي بغات تخدم يعني غير طبقة واحدة يعني هاد هاديك اللولة اللي خدمت اللي بغات تخدم غير طبقة واحدة تخدمها واللي بغات تخدم جوج او اللي بغات تخدم ثلاثة يعني ماشي اشكال هنا خودوا العدد اللي بالكم نتوما مناسب انا هنا غادي نخدم غير جوج غير باش نوريكم الشكل ديال جوج كيفاش غادي يطلع وكيفاش غادي يخدم اللي بغا تزيد يعني انا هنا غا تنخدم بهذا اللون هذا فاللي بغا تزيد مره اخرى تعاود تخدم وحده اخرى يعني نفس الطريقه تبقى غدا مستمره المهم هو ان احنا في في المكان ديال الفراغ تنعمرو فيه بثلاثه ضربات كيف ما تنضربوا ثلاثه ضربات في التوب تنضربوا ثلاثه ضربات في هذاك الفراغ علاش انا لكم ما تكبروش الضربات يعني ما تكبروش المسافه باش تجيكم هذاك الشيء متناسق انا هنا شويه كبرت المسافه فالمهم هنا غادي نستمر، حتى نوصلوا للنهايه يعني بهذا الشكل هذا فدائما ترجعنا نفس الطريقه اللي استخدمناها يعني في الطبقه الاولى هي اللي تستخدموها دابا في هذه الطبقه الثانيه كما قلت لكم أنتم عندكم حريه الاختيار اللي بغات تخدم طبقه وحده جوج ثلاثه يعني تشوفوا نتوما واش بغيتوا الدرس يجي كبير او صغير المهم هذه قاعده يعني آه نقدروا نخدموا بها عوض آه مثلا الحبكه ممكن تخدموا حتى بالحبكه آه او آه او بشكل عادي يعني تنبقاو غادي خدامين برانده غريزات حتى كنوصلوا للاخر أه هكا غير غرزه وحده وما تنديروش هذاك الفراغ يعني كل وحده تختار القاعده اللي عجباتها انا هنا في, في هذه الخدمه اللي عجبني ان القاعده مختلفه هاد القاعده انك يعني كتخدمي وكتخلي فراغ وعاد كتكملي الخدمه هاد والمهم نتوما غادي تبقاو غادي خدامين حتى توصلوا للنهايه فهنا غادي نرجعو غادي ناخذ نفس اللون الاول اللي انا خدمت به وهو اللي غادي نكمل به هاد الخدمه هذه فرجعت هنا وتبت الخيط في هذا الفراغ اللي عندي لاحظوا معي جيدا تبت الخيط في الأول في الفراغ والآن غادي نرجعو غادي نوضع الغرزة الثانية يعني هذه الغرزة الثانية علاش باش نقدر أنني هنا نكون درسة صغيرة تلوي هنا الخيط غير على ثلاثة تلويات هذا الخيط هذا نبروم على ثلاثة شعرات فترجع فيها هذه درسة صغيرة عادية الدرس ديال الواحد وغادي نرجع في هذاك الفراغ نيت يعني اللي خدمت فيه الدرس الاول هو اللي غادي نخدم فيه الدرس الثاني انا هنا بغيت واحد المثلث يجيني يعني هنا الدرس المغلف بهذه الطريقه هذه غادي نخدمه فغادي نلوي دائما ثلاثه لويات وغادي نزيد نطلع بهذه الطريقه هنا ولو عندي جوج ديال الدرسات فغادي نزيد عليهم وحده اخرى هي الثالثه باش تعطيني الشكل ديال هرم او مثلث او يعني كل وحده كيف كيف بغات تسميه فهنا لاحظوا معايا الاتجاه ديال الخيط في هذا الاتجاه هذا وترجعوا لهذه الغرزه الاولى اللي بها الدرسه الاولى يعني الدرس ديال الواحد الاول فالان يعني لويت الخيط المره الاولى وغادي نرجع الأول الخيط كذلك للمره الثانيه هنا حنايا تنغلفوا في هذا الدرس هذا باش ما يبقاش عادي يعني هذا المغلف تيجي زوين وتيجي يعني المنظر ديالو رائع تيجي بحال مطروز وداكشي يعني المهم فغادي نرجع دائما لنفس النقطه يعني نفس البلاصه اللي انا خدمت عليها هي اللي غادي نبقى خدامه عليها حتى نوصل للنهايه المهم انا هنايا ما غاديش نكثر يعني آه لان كيف ما كتشوفوا عندي الدرسه هنا غير صغيره فهنا تقدروا تخدموا اربعه آه يعني تلويوا الخيط اربعة المرات او خمسه انا هنا خدمت اربعه فغنجيو لهاد جوج الغريزات وغادي نخدم يعني غرزه الاولى وغادي نخدم كذلك الغرزه الثانيه لاحظوا معايا جيدا خدمنا الاولى وغادي نجيو نخدمو الثانيه بنفس الطريقه علاش باش هنا ان احنا نكونوا واحد انتم غتشوفوا معايا فلاحظوا معايا جيدا عندي هنايا اربعه درايبات الاولى الثانيه والثالثه والرابعه غادي نجي لهذيك الوسطانيه يعني الثانيه كيف ما قلت لكم تقدروا تخدموا اربعه او خمسه فانا هنا خدمت اربعه يعني غادي نجي لهذيك الثالثه هي اللي غادي نخدم عليها والان غادي نرجع الخيط في هذا الاتجاه هذا وغادي نخدم عادي جدا غير تلو الخيط وتنطلع الإبرة يعني بهذا الشكل هذا هنا ممكن تخدمو بهذه الطريقة الأخرى يعني اللي الخيط وتنرجعو فيه عاد كنكملو حتى هي طريقة مزيانة المهم الان انا غادي نكمل يعني هنا غتبقاو غادي خدامين حتى تبان لكم هاد نصف دائره عمرات يعني كل واحد وليدو في الخدمه فملي بالكم لكم عمرات غادي نرجعوا الفراغ وديروا فيه الضربه الاولى باش نثبتوا هاد نصف دائره اللي حنا خدمنا والان غادي نرجعوا الفراغ يعني نفس الفراغ وغادي نرجع نخدم وحده اخرى جديده هنا ممكن تحبسوا يعني اللي يبغى الدرس صغير تحبس تبدا واحد اخر جديد اه انا قلت يعني نزيد نكبره اكثر المهم نزيدوا نكبروا واحد شويه فغادي نرجع رجعت في هذيك الغريزه الاولى وغادي نستمر بالعمل يعني شكل عادي جدا كيف ما درنا في هذيك نصف دائره الاولى سنديره في النصف دائره الثانيه لاحظوا معايا مزيان غير تندخلوا الابره من وسط هذاك الخيط الخيط دائما تيكون في الاتجاه ديالنا يعني في الجهه الاماميه مهم غادي نستمر هنايا حتى نكمل كيف ما نتوما عارفين يعني غادي هنا ما كاينش الحساب يعني كتبقاي غاده خدامه حتى كيبان لك هاد هاد الخيط عمر الان من بعد ما اللي يعمر فغادي نرجعوا لهاد جوج الغريزات اللي عندي وغادي نخدم الاولى باش نثبت هاد هاد نصف دائره الكبيره وغادي نخدم هنا الثانيه وغادي نزيد هاد الثالثه علاش باش نبدا درس اخر جديد يعني بهاد الطريقة دائما هنا تنبداو الدرس الجديد في الفراغ يعني فوق الفراغ انا تنوضع هذاك الهرم او هذاك المثلث تنوضعوه فوق هذاك الفراغ فالان انا كيف ما شفتوا معايا يعني كونت الدرس الاول والان غادي نخدم الثاني الدرس ديال الواحد هذا تقدروا ترجعوا القناة فيها فيديو خاص بالدرس ديال الواحد يعني اللي بغات تبداه من من البداية خطوة خطوة فلاحظوا معي دائما ترجع هذيك الغريزة الأولى هي اللي تنبقى عليها الخيط يعني هنا باش نطرزو هاد المثلث هذا تنعمرو بهذا الشكل هذا باش يولي مغلف يعني بحال تنغلفوه يعني بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم هنا تقدروا تستعملوا أربعة او خمسة يعني تلويوا أربعة تلويات او خمسة تلويات انتم غادي تشوفوا اللي بان لكم مناسب ديروه فلاحظوا معايا غادي نجي الغرزه الاولى وغادي نخدمها ونجي الغرزه الثانيه اه هنا ما تنسوش يعني نفس الطريقة كيف ما درنا في الأول غادي نستعمل روح تنكمله أه هنا غادي نجي دائما الوسط يعني إذا كانوا أربعة غادي نجي الرقم ثلاثة هو اللي غادي نخدمو عليه فأنا هنا غادي نعمر هاد نصف دائرة بنفس الطريقة اللي خدمت بها هنا المهم نتوما غادي نكملو بطبيعة الحال حتى توصلوا للنهاية فأنا الآن خديت هاد الخيط هذا أه هاد الخيط أه أنا برمتو غير على جوج شعرات هادشي علاش هو رقيق بزاف آه غادي نخدم هنا غادي نلوي الخيط على ربعة يعني لاحظوا معايا مزيان هنا هاد درس الدرس هذا الدرس ديال الواحد اللي غادي ندير من الفوق فغادي نخدم غادي نلوي الخيط على على ربعة اللويات لاحظوا معايا جيدا ربعة المرات يعني تنبقاو نلويو حتى حت نوصلوا للربعة لان هاد الخيط رقيق بزاف هادشي علاش انا بغيت نلوي على ربعة الا استخدمتوا الخيط غير على ثلاثه الشعرات فلويو غير ثلاثه اللويات باركه يعني ثلاثه اللويات كافي خصوصا لو كنتو خدمتو اصلا خدمتو الخدمه على اربعه شعرات فغتجيكم هاد الدرس الفوقاني الدرس الفوقاني دائما خدمو اما على جوج شعرات او على ثلاثه حتى يبغي يكون رقيق باش تيجي تيعطي واحد المنظر زوين وتيجيو يعني وحده على وحده ماشي بحال هاد الدرس الاول اللي خدمناه كل الاهرام او المثلثات او هادو ماشي مشكل ولكن هاد الضريس الفوقاني تيبغي يكون خيط رقيق باش يجي وحده على وحده ويجيو عاطين يعني يجيو باينين وزوينين فهاد الضريسه الفوقانيه انا ما غاديش غادي حتى هي مغلفه فغادي نغلفوها هنا لاحظوا معايا مزيان نرجع الخيط في هذا الاتجاه هذا وغادي ندخل إبراق في هذا المكان وغادي نبقى تندور اه هنا بغيتو هذه اختياريه اللي بغات ديرها ديرها ولا ما بغاتش ديرها ما يعني اللي بغات غير الدور مع الخدمه كامله بالدرس ديال الواحد عادي جدا كيف ما حنا متعودين عليه اللي ما بغاتش تقدر تستخدم هاد الدرس هذا حتى هو زوين ممكن ديروه غير في هاد الفوقانيه كيف ما درت انا وممكن كذلك انكم تدوروا به الدرس كامل يعني كامل ديروه بهذيك الدرايسه الصغيره ديال الواحد وتغلفوها حتى هي كتجي مزيانه فانتم هنا حريه الاختيار انا غير بغيت هنا نوريها لكم باش نخلي لكم يعني حريه الاختيار كل وحده تخدم الدرس كيف ما بغات واش بغات يعني مغلف كامل او بغاتو غير الدرس ديال الواحد عادي كيف ما حنا متعودين نخدموه المهم هنايا انتم غادي تكملوا الخدمه بشكل عادي حتى توصلوا للنهايه بطبيعه الحال ف كنتمنى ما تنسوش يعني اللي عجبها الفيديو انها تضغط على زر الاعجاب وطبيعة الحال يعني اللي بغات انها تشارك الفيديو مع الاصدقاء ديالها فمرحبا أه غادي نكون سعيده بطبيعه الحال اللي اشتركت يعني ف... الى بارطاجيتو الفيديو وشكرا على الانضمام للقناه وشكرا على المتابعه